انا اخوك اللي عمرك ما شفتيه ولا سمعتي عنه ولا كنت تعرفي حتى انه موجود. انت عارف الحياة في الكفر هنا بقت مملة قوي، يعني معظم الناس بقوا مملين ويزهقوا، تقريبا كل حاجة بيعملوها بقت متوقعها. انا زهقانة قوي. قلت لي اسمك ايه؟ اسمي شهاب، شهاب الدين. ايوه. انا زهقانة قوي يا شهاب الدين، وبصراحة ده اللي جابني قبلك النهاردة، عايزة اتسلى. اصل انا اول ما شفتك عرفت ان انت نصاب، حتى اتراهنت مع نفسي يا ترى هتحاول تضحك عليا وتاخد ايه، الحصان ولا فلوس. بس اعترف لك ان اللي انت بتحاول تعمله معايا دلوقتي ده ما جاش على بالي خالص. انت بتحاول تقنعني ان انت اخويا وعايزني اصدقك واديك كل فلوس الورث بتاعتك، صح؟ صح. طب والله انت مسلي جدا، وانا مش هقتلك مكافاه ليك. لا وجايبني في مزارع وبيت مهجور، يعني باذل مجهود هايل، بجد هايل. انت مش مجرد نصاب عادي، انت بنت 7 شهور مش كده؟ انا بنت 7 شهور بس، عادي يعني معلومه زي دي كل الناس تعرفها. مش كل الناس طبعا، بس في ناس كتير عارفاها وسهل انك تعرفها. مش حقيقي ده الكلام اللي نوال هانم قالته لعمك بهاء الدين عشان يصدق انك بنته من صبح. وانت عندك 3 سنين وقاتل مع الحصان وجرحتي في حاجبك اليمين، وانت عندك 8 سنين ركبتي مركب في البحيرة والمراكب نط منها وهرب عشان اتهيل انه شاف عفريت دلهاب، وانت رجعتي بالمركب لوحدك. وانت عندك 12 سنة في واحد سرق منك الشنطة وعورك في دراعك، علشان كده عمك بهاء الدين علمك المبارزة. على فكرة هو علمني حاجات كتير برضو. هايل. وانت عندك 18 سنة تعرفتي على بنت غلبانة اسمها ريحانة، بنت يتيمة كانت قاعدة في السوق جنب دكان توفيق الترزي، صعبت عليكي وحاولتي تعطفي عليها وتشغليها عندكوا في البيت، لكن الشغالة اللي عندكوا اللي اسمها فنار رفضت وراحت قالت لنوال هانم انها حرامية فطردتها. انا عايز اعرف انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من فنار صح؟ ليلتك سودا انت وهي. مربط الفرس بقى والاحتمال يخليكي تفكري اللي جايه دي. انت عارفه ريحانه دي بعد ما طردتوها حصل فيها ايه؟ اشتغلت في البيت المشبوه بتاع عمران، اصطدم من الشارع اللي انتوا رميتوها فيه، ومن فتره بسيطه بخيت ابن حمدان الشرقاوي وتاج الدين ابن شيخ الغفر ومختار ابن القاضي وبشر ابن الترزي بمساعده عمران القواد اعتدوا عليها وقتلوها، وبعد كده رموها زي الحشره. عارفه الحشره اللي بتفعصيها برجليكي؟ نفس اللي حصل مع امي بالظبط. لما نوال هانم عرفت ان جلال الدين هيجيب ولد من ست تانيه اللي هو انا، والولد ده هيورث عرش ابوه، بس الفرق الوحيد بقى ان امي دفنوها حيه بعد ما اتهموها في شرفها. انت كلب وكذاب ونصاب. الكلام اللي انت بتقوليه ده على فكره احتمال يكون حقيقي، وانا عندي استعداد اني اوافق عليه، بس على شرط ان انت برضو تتفقي معايا ان في احتمال ولو 1% ان الكلام اللي انا بقوله برضو ممكن يكون حقيقي. ده جنون. ومين قالك ان احنا عايشين في عالم عاقل؟ بص يا بنتي، انت ممكن تنسي الكلام اللي انا بقوله لك ده وتكملي في نفس اللعبه السخيفه المسخه اللي انت عايشه فيها، وبعد كام يوم بقى يدوروا لك على عريس ابن اكابر، مش بعيد يكون واحد من اللي قتلوا ريحانه، وتصدقيهم كلهم متكذبين انا، وتكملي في نفس الوهم اللي انت عايشه فيه، نفس الوهم الممل المميت. بس هيبقى في فرق واحد، ان انا ساعتها هعتبرك مشاركه في الجريمه. انت بتهددني؟ انا عارف كويس انك ما بتخافيش، وعارف برضه ان انت مش هتنامي من النهارده غير لما تتاكدي من كل كلمه قلتها لك.
يعني هتعرفي الحقيقة. بس السؤال بقى اللي أنا مش عارف إجابته، يا ترى هتختاري إيه؟ بس اللي أنا متأكد منه إنك هتبقي مسؤولة عن اختيارك.